السلام عليكم. لأول مرة مستشار خام مرئي يكشف عدد الأهداف الجوية التي تستطيع القوات الإيرانية تدميرها في آن واحد. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. كشف كبير مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون العسكرية في إيران العميد ناصر أرساثة عدد الأهداف الجوية التي تستطيع القوات الإيرانية تتبعها في آن واحد وتدميرها. وأكد العميد ناصر أرساثة خلال مراسم أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة 5 يوليو حزيران 1963 ضد النظام الملكي في مدينة ورامين جنوبي العاصمة طهران، أن بلاده قادرة على تتبع واعتراض 500 هدف جوي في آن واحد حسب وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا. ولفت العميد أرساثة إلى أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والقوات العسكرية تراقب بيقظة كل تحركات الأعداء، وسيتم تدمير أي تحرك ينم عن الحماقات من العدو، مضيفا أن الأسطول البحري الإيراني سيستعرض قريبا في الحديقة الخلفية لأمريكا. وكشفت وسائل إعلام إيرانية الشهر الماضي عن قاعدة تابعة لأول مرة للجيش الإيراني غربي البلاد، فيها أكثر من 100 طائرة مسيرة حديثة قادرة على حمل صواريخ كروز وغيرها، وذلك لدى زيارة تفقدية أجرها رئيس أركان اللواء محمد باقري. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.